أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مجموعة من الوثائق المحمية التي سيتم استخدامها في دوائر كاتب العدل وأقلام المحكومية في جميع المحاكم والدوائر التابعة لها، وذلك اعتبارا من 23 من الشهر الجاري. الوزير قال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة العدل ظهر اليوم إن هدف هذه الوثائق هو تطوير خدمات وزارة العدل في كافة المحاكم والدوائر التابعة لها لتكون مؤسسة مميزة وكفؤة داعمة لاستقلال القضاء وتعزز سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية الداعمة لثقة المجتمع. الهدف اليوم هو أنه نطلعكم على إجراءات جديدة فيما يتعلق بدوائر كتاب العدل وأيضا شهادات عدم المحكومية اللي قمنا بإعدادها حتى نوفر حماية أكثر للمواطن الكريم ولمن يستخدم هذه الوثائق، سواء المتعلقة بالكفالات ولا المتعلقة بالوكالات أو غيرها من الأوراق التي يقوم بتنظيمها السادة كتاب العدل. الواقع نسمع كثيرا بعض الشكاوى وبعض الشكوك لدى الناس أنه هذه الوثائق يتم أو قد يتم تزويرها، ونعرف أن هنالك بعض الناس من ضعفاء النفوس من تسول لهم أن يزوروا هذه الأوراق رغبة بالحصول على منافع أو مكاسب مختلفة لهم. التلهوني بيّن للحقيقة الدولية أن هذه الوثائق الآمنة والأختام الجديدة ستقوم بالمحافظة على أمن المعلومات الموثقة في دوائر الوزارة والحد من التزوير والعمل على حماية حقوق المواطنين. اليوم تطلق وزارة العدل فكرة استخدام الأوراق المحمية على الوثائق المتعلقة بكتاب العدل وشهادات عدم المحكومية. هدف اللقاء اليوم أن نوضح للإخوة المواطنين ما هي هذه الوثائق المحمية التي ستستخدم من قبل كتاب العدل ومن قبل موظفي وزارة العدل عند إصدار شهادات عدم المحكومية. الهدف منها هو حماية هذه الأوراق من التزوير أو من العبث أو من أي تغييرات في الحقائق الموجودة داخل هذه الأوراق. وأضاف أن الترخيص لكتاب العدل المرخصين سيكون مقتصرا في المرحلة الأولى على مهام التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية، والتصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ، والتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة والمعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية الانعقاد، والتصديق على الترجمة القانونية. حزم السردي، الحقيقة الدولية.